شقة أو فيلا أو حتى شركة وعايز تشطبها، محتار ومش عارف تعمل إيه بسبب الأسعار الخيالية اللي بتسمحها عن التشطيب، يبقى خليك مع أرت كوليكشن مع المهندس عمرو الأسواني. عشان إحنا هنشيل عنك هم التشطيب، هنسلمك شقتك على المفتاح متشطبة ومفروشة كمان لو حبيت، وهنخليك تشوفها تصميم 3D قبل التنفيذ. هاد انت الشقة والباقي علينا. مع أرض كوليكشن، التشطيب بمفهوم الرفاهية. مساء الخير اعزائي المشاهدين، مساء الهنا والسعاده، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج سكرين شوت. في بدايه البرنامج احب اقول لكل الامه الاسلاميه وكل المسلمين في انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ليله الاسراء والمعراج، وهنقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللهم لا تبتلينا بما نخاف ولا تمتحنا بما نخاف عليه، وارزقنا السكينة والطمأنينة والسلامة والعافية. اللهم أخرج من أجسامنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من كل هم إلى فرح وسعادة وهنا، ونتمنى ان السنه دي ربنا يزيل علينا كل غمه ويشفي كل مريض ويشفي مرضى المسلمين اجمعين، ويدينا جميعنا الصحه والعافيه. نبدا بقى في حلقتنا النهارده. قبل برضو ما اخش في الحلقه هقول بعض الحاجات اللي صدرت من متابعين برنامج سكرين شوت. طبعا جات لي رسائل كتيره جدا على الماسنجر وعلى الخاص، ففي اللي اتكلم بخصوص الحلقه اللي فاتت واعترض على ان الزوجه هي اللي بتخرج زوجها او بتخرج زوجها من النار الى الجنه. هحب اوضح، وقال دي فتوى، واللي اعترض وقال دي فتوى ودي ما ذكرتش في القران، دي ما تواجدتش. احنا مش بنقول ان دي فتوى ولا بنقول اي حاجة، كل اللي اقدر اقوله احنا يعني ده كلام دين. والمقصود بان خروج الزوج من النار للجنة ده نوع من عامل التوعية، ان احنا بنوعي الزوج ان هو يعامل زوجته معاملة حسنة. لان انت لو عملت مراتك معاملة حسنة هتكون في يوم يعني في لحظة انت بتحتاج لها، ولتكن لحظة في يوم القيامة. لذلك فاحنا بنقول مش معنى ذلك ان دي فتاوي، دي مش فتاوي. احنا ما نقدرش نتكلم ولا نقول اي علم من خلال مشاهدتكم لينا الا ما تكون حاجه صحيحه. والمقصود برضو في النهايه اللي هي حسن المعامله. زي كده ما بنقول ان الزوج بيكون ليه اثر كبير جدا في ان هو ان زوجته تخش الجنه. ازاي؟ من اذا كان اشار ان ربنا سبحانه وتعالى قال اذا كنت امر الزوجه ان تعبد الاحد فتعبد زوجها. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى زي ما كرم الست كرم الراجل، زي ما يعني حسن وضع الست حسن وضع الراجل. فاذا احنا ما بنقول ان الست تخش ان هو هي اللي بتدخله الجنه وهو ممكن يدخلها الجنه، في كلتا الحالتين هي حسن المعامله للاثنين. فلما بندعو بان احنا نقول ان الزوجه دي بيبقى ليها اثر كبير، لان في زوجات كتير، وبعدين مش اي زوجه هتطلع جوزها من النار للجنه. يعني احنا ما فيش زوجه لا ما بتهتمش بجوزها وما بتقومش قيام الليل ولا بتصلي ولا بتعمل اي حاجه وهي ربنا هيستجاب لها ولا طب هنطلع لك ده وندخله من هنا لا طبعا. احنا بنقصد الزوجه الصالحه.
يعني. وطبعا مش هنقول أقلة، لا هو في متواجدين كتير، لكن بقى اختلاف، في ناس بتصلي ولكن مش بتعرف تتعامل مع جوزها صح، في ستات بتصلي وما تعرفش تتعامل مع جوزها صح، وفي ست بتصلي وبتصوم وبتأدي فرائضها وبتبقى ماشية على الصراط المستقيم مع زوجها، ولكن زوجها ما بيعملها صح وبتتحمل القسوة وبتتحمل المشقة، وكل ما بتتكلم تقول هو الحمد لله على اللي هي فيه، بتتحمل مقاسي كتير جدا وبتقول الحمد لله، بتحمد ربنا على اللي هي فيه. احيانا بيبقى زوج بخيل، بيبقى زوج ما بيراعيش زوجته في حاجة، ويطلع بره البيت يضحك ويهزر ويصرف ويعمل، ودي متحملة آلام وإهانة وحلو ليه رمامة رمامة، متحملة كل حاجة، كل حاجة وحشة متحملها عشان خاطر بيتها، عشان خاطر ربنا، عشان خاطر زوجها، هو مع ذلك بتقول له حاضر وطيب ونعم. فدي تعتبر زوجة صالحة، بتأدي فرائضها، بتصلي تصوم، اللي بيطلبه بتلبه له، ومع ذلك هو بيعمله معاملة قاسية، يبقى دي زوجة صح فبتصبر. فاحنا بنقول ايه، ربنا بيناولها، بتبقى في مقام جميل، قالت خلاص انا ما خدتوش في الدنيا هاخده في الآخرة، فربنا بيجازيها. حنية الزوجة او حنية قلب المرأة انها يعني ربنا برضو بيعززها لما بتطلب طلب من ربنا سبحانه وتعالى، فهو بينبهه لها. فاحنا مش بنعنى ذلك بقى، في بقى بقينا بعض الكلمات يقول فتاوي مش فتاوي، لا. طب ما الزوج برضو يعني لو الزوجه زعلت الزوج ربنا بيغضب عنها وبيزعل، والملائكه بتزعل منها يعني، في عمليه توازن. ما هنا زي ما يكون هنا في رفض وقبول في شيء، هنا برضو في رفض وقبول في شيء. فمعنى ان الزوجه ليها يعني وضع انها تخلي جوزها يخش الجنه، ده تعزيزا للمراه، حبا للمراه، عشان نخلي اي زوج يعامل زوجته معامله حسن. ودي كانت اهم حته كنت انا حابه اتكلم فيها، لان جت كلمه يعني جت لي بالفعل واول مره يصدف دوت، ان كتير ومعظمهم من الرجال ان ازاي الست هي اللي بتدخلنا الجنه، دي الست هي اللي خرجت ادم من الجنه. لا، احنا بنقول حسن المعامله، الست الصالحه، المراه الصالحه، الزوجه الصالحه، زي ما في زوجه صالحه في رجل صالح. وتعزيز الست، تعزيز المرأة، ده مش وحش، ان احنا نعزز الزوجة ونهتم بيها ونحافظ عليها. واقول لكم بقى عشان نبدأ حلقتنا، تابعوني بعد الفاصل. قبل التنفيذ. هاد انت الشقة